خير، ده اهم انا حاجة. بصي، انا ما حدش يقول لي اشاعات وكلام، انا قرفت قرفت بالاشاعات، قرفت. لا حضرتك ان شاء الله تكوني بخير يا رب، ودايما ما تكوني حدش بخير. يقول لي اشاعات وقالوا، انا مش قادرة. اكيد. ده لا ايه ده؟ لا لا، ان شاء الله حضرتك تكوني بخير، واسفين على الازعاج مرة تانية. لا من فضلك اشاعات، انا مش عايزة اشاعات. اللي بيطلع اشاعة ان شاء الله يبقى هو فيها، يعني صعب اللي بيحصل ده. أكيد أكيد، شكرا إن شاء الله شكرا. تكون حضرتك بخير. العافية.